يلا نعمل مع بعض النهاردة الحمام المحشي بالرز خطوة بخطوة. عملناه مع بعض قبل كده بس كان 1 minute فيديو، بس حبيت النهاردة انه نعمله مع بعض خطوة بخطوة. يلا نبتدي. اول خطوة هنعملها ان احنا هنعمل براين او محلول ملحي للحمام، او ما هو المحلول النقع. طيب احنا هنا محتاجين لتر مية و4 معالق ملح كبار. انا هستخدم السي سول، وهستخدم اي منكه تاني حابة اللحمة تكون متنكهة بيه. هستخدم حبهان ورق لورا. طب ايه فايدة البراين ده؟ البراين ده فايدته ان هو بينهانس الفليفر بتاعة اللحمة بتاعة الحمام، بيطري اللحمة وبيفتح الانسجة. هنا انا حطيت حبهان ورق اللورا الملح والمية وهقفل عليه. انا حطاه في علبة محكمة الغلق وهستنى عليه 24 ساعة في التلاجة. ده شكله بعد 24 ساعة بالظبط. الريحة تكنن، ريحة الحبهان ورق اللورا، وهتلاحظوا انه الانسجة بتاعته بدأت تفتح وحجمه بدأ يكبر شوية. اوكي دلوقتي انا هعمل ايه؟ هطلعه، هقطع الراس بتاعته بسكينة وهنشفه كويس جدا واغسل ايديا، وبعدين نبتدي نعمل الحشوة سوا. صوص بان دي سخنة جدا، حطيت فيها شوية زيت، وهنا بضيف بصلة متوسطة متقطعة مربعات صغيرة، وهنا أنا ضفت الكبد والقوانص بتاعة الحمام، وكمان أنا زودت من كبدة الفراخ. الأربع حمامات بياخدوا من كوباية رز مصري لكوباية ونص، فهنا ضفت كوباية ونص رز مصري، وهقلبهم كويس جدا عشان أتأكد إن هي كل رزاي متغلفة بالمادة الدهنية اللي هي الزيت. هضيف ملح والفلفل. الفلفل انا ببقى مزوداه شويه، بحبه هو يكون البطل في الحشوه، هو اللي بيدي طعم حرش للاكله دي. في ناس بتضيف مثلا 7 بهارات كل الحاجات دي، بس انا بحب الفلفل الاسود. هضيف الميه، هضيف كوبايه ميه للكوبايه ونص رز مصري، او لو مش عايزين تعايره يكون في مستوى الرز عشان يكون نص سوا ويكمل سوا في حشوه الحمام. اول ما يبتدي يغلي خلاص هغطيه واوطي عليه النار عشان يدخل في السوى. ده بالظبط الشكل اللي احنا عايزينه. الرز بدأ حجمه يكبر لكن لسه ما استواش، هو كده جاهز. هسيبه يبرد خالص وبعدين نبتدي نحشي الحمام مع بعض. انا هنا خلاص نشفت الحمام كويس جدا، وفي مدرستين الحشو، في ناس بتحشيه من تحت من هنا كده، في ناس بتبتدي من عند الرقبة. انا ببتدي بصراحة من عند الرقبة، بس قبل الخطوة دي بفصل ما بين الجلد واللحم بس بالراحة جدا، بدخل ايديا وعشان اقدر احافظ بس على الجلد وما يتقطعش، وبعدين بحشيه من تحت خالص وهوريكو بيكون شكله عامل ازاي. انا هنا حشيت الحمامة، ويلا اقول لكم على كذا تريك. بالنسبة للجزء اللي تحت بحشيه 3/4 وما بضغطش الرز جوه عشان اضمن ان هو يكون ليه مساحة انه يستوي كويس. بالنسبة للجزء اللي فوق بحشي الرز وبعد كده ببططه بايدي عشان اتأكد ان السطح ده كله فلات او مستوي. ده نفس التكنيك بتاع الممبار، ده بيضمن لي حاجتين، ان الرز كله هيستوي وان كميته مظبوطة، وتاني حاجة ان الجلد نفسه ما يتقطعش. لو حابين تشوفوا ازاي بحشي الحمام في الوان مينت فيديو على اليوتيوب. حطيت الحمام كله، بصل ورق لورا حبهان، وحطيت مية فترة عشان احلى شوربة تتعمل بالمية الفترة. هنا عندي بدأت تغلي، فهبتدي اشيل الريم ده اول باول، وبعدين هوطي النار خالص لحد ما يستوي الحمام. ده شكل الحمام في نص السوا، والشوربة خلاص بقت عندي جاهزة. الحمام عندي استوى وهظبط له الملح، واوريدي انا مشغله الشوايه بتاعه الفرن، انا مش بعمل له ديب فراينج او بقليه. انا باخد شويه من الشوربه وبحط عليها معلقه صلصه وبفضل ادهنه كل شويه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه. دهنته بالشوربه والصلصه اللي انا عملتهم على بعض، وافضل اكرر ده لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه في الفرن. ده شكل الحمام، لونه مجنن ومقرمش بعد ما قررت عمليه الدهن 4 أو 5 مرات. كده احنا خلاص خلصنا. يا رب تكون النهاردة الوصفة دي عجبتكم واستفدتوا، وبرضو هنزل لكم 1 minute فيديو على الستوريز عشان تشوفوا ازاي بحشي الحمام، ويلا جربوها وقولولي ايه رأيكم.